حد ذاته نعم. انه احنا يعني ببدايه الطريق انه خلوا الشباب يبلشوا يدخلوا في هذا المجال على الاقل. هو حكى انه هو مش شيء ببلش اني يعني مش هو شيء احنا خلص قررنا اليوم انه الشباب يفوت في هذا في المعترك السياسي او يفوت في هذا المجال انه راح يبلش فيه مباشره. في فترات لازم تكون للتجهيز. في مثال حكاه جلالة الملك في اللقاء لما كان يحكي عن كلمة اللي حكاها حتى في لقاءاته برا. الفكرة منها انه اي نعم هلا احنا في الدولة الأردنية تمثيل الشباب في سواء زي ما حضرتك حكيت في مجلس النواب او سواء في رئاسة الوزراء، احنا عندنا رؤساء وزراء عمرهم بال 30 وبال 35 وبال 40، في مجال انه الشباب يشاركوا. والمجال اللي معطى للشباب هسه ممكن مع الوقت يعني يزيد، بس المهم انه ينزرع جواتنا برضه انه الرغبه انه احنا نفوت في هذا المعترك او انه نفوت اصلا نشارك. يعني نسبه مشاركه الشباب مش هالنسبه طيب كبيره. انت ما جاوبتني على سؤالي، كيف ممكن الشباب يساهموا في او يستثمروا انفسهم في تنميه الوطن وتعزيز قطاعات الوطن؟ إذا كان جلالة الملك ركز على العشائرية وقال إنه عندنا مشكلة بالعشائرية، قال عندنا مشكلة بالحكومة، قال عندنا مشكلة بالمجلس المسؤول مع المسؤول بشكل عام، كيف تجد ذلك إيبا؟ نحن برضو تناقشنا بهذا الموضوع امبارح وتوصلنا في نهاية اللقاء إنه الطريقة الوحيدة